من هذا المجال. حتى أحيانا الإنسان فينا إذا ولده الصغير جلس في حضنه لفترة قصيرة يبعده بعد قليل. الإنسان في المناطق المزدحمة يشعر بالضيق لأنه دخل إنسان آخر عليه. إلا في الصلاة على الطريقة الإسلامية حينما يقول الإمام رصوا الصفوف، هنالك فعلا ثبت لدينا، أخذنا هذا القياس فعلا في جامعة حلب بكلية هندسة تقنية في جهاز كاليران، هنالك موضوع في الحديث الشريف مذهل جدا أذهلنا. أحد الدكاترة في جامعة حلب قال لي هذا الرقم عندكم غريب شوي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بما معنى الحديث كي لا نخطئ في لفظ الحديث الشريف، بما معنى أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفز أو الفرد ب27 درجة حسب ما ورد في البخاري ومسلم. الرقم 27 ليس رقما يعني شهيرا مثل ما بقول مثلا 100 مرة، 50 مرة، 1000 مرة. لماذا قال صلى الله عليه وسلم ب27؟ فعلا في عملية رص الصفوف بين السادة المصلين يرتفع معدل الطاقة لكل مصلي، طلع معنا 27 ضعف حصرا، لا 28 ولا 25. فثبت لدينا صحة الحديث الشريف في عملية رص الصفوف فقط. الله يطالب برص الصفوف في حالتين: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وفي الصلاة فعلا حتى صلاة الجماعة يرتفع معدل الطاقة حول الإنسان إلى 27 ضعفاً.